أطلق ناشطون يمنيون عريضة توقيع للمطالبة بطرد الإمارات وتشكيلاتها العسكرية وغير العسكرية من أراضيهم. وطالب اليمنيون من خلال العريضة التي وقع عليها الآلاف من أبناء اليمن، طالبوا بطرد كل التشكيلات الإماراتية عسكرية وغير عسكرية من كامل التراب اليمني. وقال الناشطون اليمنيون أن الإمارات قد ألحقت بمجتمعنا واستقرارنا أضرارا بالغة، وصلت حد تقسيم اليمن إلى دويلات وزراعة الميليشيات المسلحة في أغلب الأراضي المحررة، وليس انتهاء بمهاجمة قوات الجيش مرارا وتكرارا ومنع البرلمان من الانعقاد. وأشاروا في عريضتهم التي شهدت رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنهم يعلمون أن الرئيس هادي بحكم الإقامة الجبرية، وهو عاجز عن التصدي للمخاطر الوجودية التي تحيط بالبلاد من الإمارات، وأنهم يواجهون كل ذلك البلاء بلا قائد. وأكدوا أنهم وإزاء ذلك قد قرروا أن يمارسوا سيادتهم على بلدهم بشكل مباشر، مطالبين المجتمع الدولي باحترام إرادتهم وسيادتهم على السواء. وللحديث أكثر عن الانتهاكات بحق المدنيين والعسكريين ينضم معنا ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان. أهلا بك سيد فضائل. يعني الآن دور وزارة حقوق الإنسان في تقديم ملف الانتهاكات للجهات الدولية وأيضا للإعلام ككل. مرحبا أستاذ الله، مساءكم. طبعا للأسف الشديد يعتبر هذا الشهر شهر مأساوي في حق طبعا حقوق الإنسان. هنالك انتهاكات منذ بداية منذ مطلع هذا الشهر، في واحد من هذا الشهر، حيث قامت هذه الميليشيا المتمردة المدعومة من الإمارات بداية بطرد الشماليين وممارسة بحقهم كافة الانتهاكات الجسيمة من قتل وسحل وطرد ومصادرة الممتلكات العامة والخاصة، وأيضا تهجيرهم بشكل قسري. ثم بعد ذلك زادت وتيرتها أثناء طبعا بعد العملية الإرهابية في اغتيال أبو اليمامة، بعد ذلك تبعتها أثناء تمرد هذه الميليشيا على الحكومة وبسطها على طبعا مؤسسات وهيئات الدولة بقوة السلاح. يعني وصلت الانتهاكات الجسيمة إلى الحد الأعلى بعد أن طبعا قامت القوات الجوية الإماراتية بعمل غادر وقصف الجيش الوطني طبعا التابع للحكومة اليمنية أثناء محاولته فرض سلطة وهيبة الدولة وإعادة الأمور إلى مجاريها وتحرير طبعا عدن من هذه الميليشيات والمجاميع الإرهابية التابعة لهانئ بن بريك. لكن للأسف الشديد كانت هنالك ضربة غادرة تبعتها تمدد وتحشيد كبير من ميليشيات المجلس الانتقالي من جهة يافا والضالة، ثم اتجهوا بعد ذلك إلى عدن وقاموا بعملية انتهاكات كبيرة وجسيمة وعملية انتقامات بحق أعداء المدنيين وأيضا ملاحقات العسكريين التابعين للحكومة اليمنية، حيث تم الهجوم على عدد من المستشفيات منها مستشفى الرازي، وهنالك معلومات أولية في ارتكاب إعدامات خارج إطار القانون وإعدامات ميدانية، وكذا في الجرحى والأسرى. الجرحى تقريبا أكثر من 11 جريح تم حتى الآن تشفيتهم داخل المستشفيات، وهنالك أيضا إدانات ميدانية وصلتنا بلاغات بما يعادل أكثر من 10 بلاغات حول إدانات ميدانية قامت بها هذه الميليشيا، وهنالك العشرات من عمليات تصفية لم بها أحد، وأيضا في طبعا هجوم على البيوت ومصادرة الأموال وترويع النساء والأطفال، كل هذا بغطاء إماراتي بحث. ونحن في وزارة حقوق الإنسان نقوم برصد وتوثيق أي انتهاكات من أي طرف يقوم بارتكابها، وسوف نجهز ملفات إن شاء الله في هذا متكاملة بحيث يتم تحريكها حقوقيا على المستويات الدولية وأيضا على بداية من المستويات المحلية في ملاحقات ID وأيضا الأشخاص الذين قاموا بارتكاب هذه الانتهاكات وملاحقتهم في القضاء المحلي، ثم بعد ذلك ملاحقتهم ومتابعتهم حقوقيا على المستوى الدولي ومن دعمهم في المحافل والمواقع الدولية كافة، لأن هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم وسوف ينال مرتكبها العقاب عاجلا أم آجلا طال الزمن أو قصر. نعم، ماجد فضائل وكيل وزارة حقوق الإنسان، كل الشكر لك.